من ايام الثوره احنا عندنا تراكمات ما كناش بنشوف ولا بنتكلم، وكل نظام كان بيجي يمحو ما قبله فما كناش بنتعامل معاه لان هذا واقع. النهارده الشعب هو اللي بيمحو ما قبله. صح. نقول للناس ايه يعني؟ اتكلم معاهم ازاي؟ فاقول لهم ان الفساد اللي كان فات ده هيتحول ليكو، هيتحول الى خير. صح. لكن اصبروا عليه ازاي؟ بدون ما اقول له اربط الحزام، لان كان دايما يقول لك شد الحزام على بطنك شويه المرحله الجايه وبعدين هتتغير. هرجع اقول له شد الحزام تاني ولا ازاي؟ كيف يمكن ان المجتمع بكل طبقاته يبقوا شركاء في اللي جاي؟ بس ما نشركهم. ما القياده كانت في غياب، غيبوبه، كان في غياب كامل. السيد رئيس الوزير كان بيجي بيقعد في مكتبه ما بيشوفش الوزاره دي كام دور. السيد الوزير كان بيجي بيفتحوا له الباب ويشيلوا الشنطه ويطلعوه في سعاده الباشا، وصل سعاده الباشا والبتاع، ويقعد في مكتبه يا دوب يكلم الوكلاء الوزاره وشويه الناس اللي بتجيله وخلاص، ولا يعرفش كام البتاع ده كام دور. ما احنا ده الوضع ده معناها ان الوزير ده ما عندوش ولاء لمهنته، ما يعرفش يعني ايه وزير. انت عارف يعني لو عارفين معنى ايه الوزير يبقى هينزل في الوزاره كل يوم يعدي على حد ويقعد معاه. انتوا بتعملوا ايه هنا في الحته دي؟ بتعمل اه طب هايل، طب كويس قوي اللي انت عملت البتاع ده، يخليه يشعر ان هو جزء منها وانه يستعمل كده، والثاني والثالث والرابع والخامس. الاداره لها شؤون ما كانتش موجوده عندنا خالص. انا بدي المثل بالاداره بتاعه ناسا. لما ناسا كان في شغل في امريكا بيعملوا صواريخ وبيعملوا كذا والروس سبقوهم، جت لامريكا قالت ايه؟ عندنا لازم نبقى عندنا غرض محدد نوصل له وهو ارسال الانسان للقمر وعادته سالما وفي وقت محدد، هي 10 سنين. عشان نعمل كده لازم تبقى في مؤسسه مدنيه عشان تستفيد من كل الناس الابحاث والناس اللي في الجامعات واللي كذا واللي كذا كذا كذا، وجيبوا لنا واحد بيدير الحكايه دي ونبقى مسؤول عنها كليه وتمام. المدير اللي جه ده بقى عمل ازاي؟ كان يعدي على كل الخلق، على اصغر الصغيرين. انا كنت 29 سنه وهو كان يجي لنا. المدير بتاع ناسا الكبير ده هو جيم ويب كان يعدي علينا في مكاتبنا، وكلامه كان يقول لنا ايه؟ كان يقول شوف انت كنت ما دام انت بقيت انت رئيس مجموعه خلاص انت مش هتشتغل من هنا ورايح، انت شغلتك بس انت تخلي الناس اللي عندك دول يشتغلوا. بس شوف لو انت خليت كل الناس اللي بيشتغلوا معاك يشتغلوا بقدر ما هم يحلموا انهم قادرين عليه سوف نفشل ولن يحصل لنا ولا شيء. انما لو انت تقادر انت تخلي كل واحد بيشتغل عندك، معناها ايه؟ المدير والمكتب والتتتا واللي بيعمل النظافه والبت اللي بتجيب القهوه وكل كل واحد بيشتغل عندك. لو كل واحد بيشتغل معاك انت عرفت توصلهم لانهم يقدموا اكتر ما هم يحلموا انهم قادرين عليه، هنوصل اكتر من الحلم، اكتر من الحلم. ده شغلتك يا مدير ان انت تساعد لهم، تمسح لهم الارض قدامهم. ادي قدراتك وتساعدهم. انت بقى طالما انت زدت عن حلمه يبقى دي قدرات المدير، يبقى انت كده عندك ما تعطيه. هو كده. شوف بقى مين عندنا بيعمل كده. سعاده البيه المدير بيبقى قاعد في المكتب ولا هوش عارف المكان ده كم مزبله ولا كان فيه كم دور، لان المساله لها علاقه باختياره، واختياره احيانا بيكون اقل من مرؤوسيه، فلا بد ان يقنعهم ده هو بيخليهم اقل من احلامهم او لا يعلم. هي قصه الوزير، ما هو ساعات ما هو الوزير ما كان بيتعين بالتليفون كده وخلاص عملوك وزير، ولا بالاول بيدربوه بيرتبوه الاول، تروح للرقابه الاداريه يقول لها سهل سعاده الفيت ده في كلام كده ان سيادتك يمكن تطلع تترقى لمكان عالي ومش عارف ايه، وبعدين يمشي ده يجي له المخابرات يقول له يا فندم احنا بنعمل تحريات على شكل بس كل حاجه تمام التمام السنة. ده من قبلها بسنتين ثلاثه، ايوه بالسنتين ثلاثه دول يقعد يخرص ما يقولش ولا كلمه مستني لاحسن يسلموه يبقى وزير. فيجي له التليفون يبقى وزير. ما حد قال له احنا لو عملناك وزير هتعمل ايه؟ لا. حد قال له البرنامج بتاعك كام؟ لا. حد عنده قال له انت كم 5 سنين في الوزاره دي وهتتغير طبعا بعد خمس سنين هتعمل ايه في الوزاره دي؟ البرنامج بتاعك في الوزاره انت لو عايز تبقى وزير تعمل ايه في الوزاره دي؟ اعمل ايه؟ وانا مع يبقى دلوقتي من هنا ورايح هنلغي الانظمه دي كلها، ما عادش ينفع الكلام اللبخ ده. انا عايز اقول في الوزاره انا هنعمل وزاره، انا اخلي اي واحد عايز يتقدم ليبقى وزير يتقدم يقول لنا هو عايز يعمل ايه في فتره الوزاره بتاعته دي اللي 5 سنين ولا 6 سنين وخلص، ورينا اللي هتعملها وسنه بسنه والبرنامج بتاعك ايه وهتعملها ازاي، ويجيبوا 20 واحد يتقدموا ويجيبوا ناس يبصوا في الورق ده يقولوا هو ده احسن حاجه اللي احنا عايزينها، ده ماشي مع خطه الدوله في مثلا في التعليم ولا كذا، ده اختار. وهنجي لك كل سنه، بعد كل سنه هنعدي عليك ونقول لك عملت ايه في المده دي وعملت كده. فده يخليه يبقى صاحي لان شغلته كده. انما مش انا اقول له تعالى احنا عملناك وزير وبس عشان تبقى انت عشان تبقى وزير، لا. فلازم نغير من مفهومنا.
هذا المفهوم اللي محتاج يتغير هيطبقه ناس اتربوا في هذا النظام شئنا ام ابينا، الا اذا اتكلمت على ان انا هتكلم عن اجيال جديده خالص لها فكر مختلف وقدره على التغيير. صح. لكن مصر حتى في رؤيتها واحنا بنشوف وهي بتشكل حكومه جديده بتميل الى نفس طريقه الاختيار، حتى ولو اختلفت الشخصيات ما نقدرش نقول اللي اختاروهم قبل كده كانوا فاسدين، وربما فسد بعضهم وربما لم يفسد. إذن المناخ كان بيساعد على ذلك. هنضمن منين ان اللي هيجي يختار هذه التركيبة العظيمة اللي هتطلع الطاقات والخيال عند هذا الشعب هيبقى مختلف وهيخرج بره الصندوق بتاع النظام اللي عايش فيه طول عمره؟ لانه لا من الجيل بتاعي ولا حتى من الجيل اللي وصل لك انت، لان ده جيل غير نابه خالص، ده جيل نابه وناصح وفاهم وعايز يعمل نقلة نوعية، والجيل ده هو اللي يعمل نقلة نوعية. ما انا عشان كده لسه بقول ان الناس ما عادوش يفكروا في الناس اللي في لحد 45 وانت طالع. خلاص خلينا نجيب حاجة تانية خالص. احنا السيستم الانظمة اللي احنا كنا شغالين بيها كلها خربان من اولها لاخر، فاحنا عايزين احنا عارفين ان احنا مش هنقدر نغير في يوم ولا هنغير في سنة، هنقدر نغير مع الزمن. اللي احنا قدامنا 6 أشهر على ما يبقى رئاسة ووزارة جديدة وكذا كذا على العين والرأس. في الفترة دي نعد نفسنا، اللي عايز يبقى وزير واللي عايز يبقى رئيس دولة واللي عايز يتعلم يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية ولا كذا يقول لنا البرنامج بتاعه ايه. مش هنختار اسامي ولا ناس عشان كده يقول انا عايز انا ممكن انزل ابقى رئيس الجمهوريه دي بناء على ماذا؟ قول لنا يا عزيزي انت البرنامج بتاعك ايه؟ انت هنختارك المده بتاعتك 5 سنين او 4 سنين 5 6 سنين زي ما يكون. قول لنا لو انت قعدت بقيت رئيس الجمهوريه في ال6 سنين دي هتعمل ايه؟ واللي بعده وانت هتعمل ايه؟ وانت هتعمل ايه؟ وبعدين نختار احنا احسن برنامج بالنسبه لنا. لو احنا ابتدينا نقدر نعمل كده الولاد اللي هم عملوا الثوره دول هم برضو ما فاهمين ان القصه بتاعت الحكومه القديمه دي مش هتنفع، فهم دول اللي هيبتدوا الخيال والفكر والتنظيم في ايه ازاي يعملوا، لان دلوقتي هيبقى عندهم اصوات. الولاد دي كلهم هيصوتوا، ما عادش زمان لان زمان ما كانوش خلاص حاسين انها بلدهم بلدهم هيروحوا يصوتوا. اللي مش ماشيين الاعلام دي واللي بينظفوها وبيدهنوا البويه دي أيوه. دي خلاص بقت بلدهم. اذا كانت الوليه بتقول احنا اكتشفنا ان احنا بنحب مصر خلاص ففهموا لان بلدهم ومن هنا ورايح هيحاسبوا عليها. وانا كلمتي اللي انت بنيت بيها ما تخافوش على مصر نتيجه لده، لان انا شايف الولاد دول هيحافظوا على مصر. الناس برضو قلقانه وزملائي في الكنترول روم قاعدين يقولوا لي ما هي برضو النقله الاولى والرئاسه الاولى يبدو انها ستكون من اشخاص مختلفين حتى عمريا يعني سيظل نحن في مرحلة عمرية الأسماء المطروحة كلها متجاوزة الستينيات والسبعينيات. صح. يعني لا يوجد على الساحة، وما أعتقدش أن فيه هناك جيل وسط مؤهل على أنه أو يلحق خلال 6 شهور أنه يعمل برنامج ويعمل خطة ويبقى عنده تاريخ جزء من الاختيار، مش بس حد هيقدم له ورق. اللي هيحكم مصر، مصر الكبيرة دي برضو لابد أن يكون أحد لديه عنده شوية ثقل. انت فاكرني بتكلم على اللي جايه دي ولا كمان حتى 5 سنين؟ طب انا بتكلم على تاريخ مصر. نعم. مصر 5000 سنه، مصر دوله عريقه وهتستمر وهتبقى عريقه. اذا احنا بنتكلم عن رئاسه انتقاليه، حتى الرئاسه القادمه هي مرحله انتقاليه لحد ما تطلع الاجيال تستعد للي جاي. امال ايه؟ احنا دلوقتي انا الحكومه الموجوده دلوقتي على العين والراس حكومه هايله جدا، ان شاء الله يكون فيها افراد نص ونص، انما احنا عايزين الدوله يبقى فيها حكومه لمده 6 أشهر. نعم. الحكومة الموجودة دي ماشية تمام التمام، رئيسها راجل محترم وعارفينه ومخطط كويس وبيعرف يشغل الدنيا، يقدر يشغل لنا الدنيا دي لحد 6 أشهر، هو عارف ونقول له كده ونقول له انت قاعد 6 أشهر امسك البلد وخلي بالك وكل، عشان هنمشي بعد 6 أشهر هنعمل تغيير. تمام. التغيير ده اللي هيجي ممكن جدا نبقى تغيير كويس فيه شوية يعني حاجات، ناس وجوه جديدة وناس مش من العواجيز وناس من كذا، هيبقى مختلط، انما برضو مش هيوصلنا اللي احنا عايزينه. فوارد ان الحكومة الجديدة دي تفضل لها سنة سنتين ثلاثة وهتبقى كده مهزوز، انما انا بتكلم على تاريخ مصر في المستقبل. نعم. انا بتكلم على افاق الرؤية. الرؤية. نعم. طيب هرجع تاني للبداية وهي التعليم والبحث العلمي، وده ملف مهم عند حضرتك جدا. هنبتدي ازاي؟ يعني كيف نبدأ بالتزامن؟ هل مصر لديها قاعدة علمية وعلماء يستطيعوا ان هم يقودوا البلد نحو العلم؟ لا بصراحة كده لا،
ده ممكن يتربى، ده ممكن يتعمل. الجيل اللي برضو اللي صاعد ده فيه ناس متعلمة كويس قوي وعارفة ان الطريقة اللي احنا ماشيين بيها غلط ومش دي الوسيلة، والاجهزة العلمية بتاعتنا بطيئة الحركة ومش هنوصل لأي حاجة كده. ففي تفهم يعني ان الوضع غلبان. نعم. فانت في حاجة زي كده هتعمل ايه؟ انت هتقول ان انا اصل احنا كلنا بنقول التعليم مهم ليه؟ لان كل الدول اللي حصل فيها رقاء فكري ورقاء اجتماعي ورقاء اقتصادي وبقى لهم مكانة في العالم، زي البدول اللي كانت خربانة اكتر مننا خراب بكتير جدا، زي كوريا الجنوبية واليابان والماليزيا والدول اللي كانت احنا كنا فين في الوش وهم كانوا خربانين. عملوا ايه هم عشان يوصلوا للبتاع دي؟ نلاقي انه جميعا بدأوا باصلاح التعليم وتدريب اولادهم عشان يبقى عندهم عمالة متميزة عشان اشغلهم. عرفت قصة جنوب كوريا الجنوبية؟ لا اتفضل اشرح. كوريا الجنوبية قالوا لنا كده، احنا جبناهم وقعدنا معاهم عملتوا ايه يعني بالذات كده بقالنا 10 سنين، وقالوا ان احنا قررنا ان التعليم اهم حاجة نعملها وديا هتاخد مننا 7 سنين. فقلنا كده شرحنا للشعب ان احنا مش هنعمل اي حاجة الا اصلاح التعليم لمدة 7 سنوات، لا هنبني شارع ولا هنبني مستشفى ولا هعمل اي حاجة المتطلبات الاخرى، احنا هنصلح التعليم في البلد لان احنا عايزين قوة عاملة متميزة. نعم. هنطلعها دي. قالوا خدت مننا 11 سنة بدل 7. خلصت 11 سنة دي سمعوا ان ليبيا عايزة تعمل مشروع النهر الصناعي العظيم وعايزين مواسير عمره ما حد كبيرها، المواسير 4 متر وده كده. قال له ايوه طب احنا ندخل في العمليه دي وناخد البتاع ده ونعمل المصنع اللي يعمل المواسير دي، ادخل مع العماله عندي. أيوة. انا مع الناس عندي. وراحوا دخلوا خدوا البتاع ده، الفلوس بتاعتهم كانت اقل، العرض بتاعهم كان اقل، خدوه وعملوا المصانع بتاع ده وعملوا كده. وكنا بنروح على ليبيا نلاقي كله كوري، كل الكوريين، وجابوا الجيش اللي كان في كوريا كلهم عاد حطوهم في البتاع وتعلموا الولاد دول بقى كويسين. وقال لك ده ما خدنا البتاع دي وكسبنا فيها كتير وعملنا بقى ايه، فتحنا بقى المجالات الاخرى. معناها ايه؟ ان انت لازم يبقى عندك فكر بتقول ان انا التعليم بتاعي لازم يبقى راقي، لازم يبقى المستوى بتاعي محترم. العيال النهارده اللي بيطلعوا من الجامعات دول ما ينفعوش، ما يقدروش يتعلموا لان تعليمهم مش لا يكفي. انا ممكن اعمل تعليم في كل الفروع، مش ضروري كل الناس يطلعوا من الجامعه لازم اعمل تعليم صناعي، ما تعليم زراعي زي ما كنا احنا. احنا كنا في ثانوي كان في ثانويه عامه زراعه، كان في زراعه وتجاره، كان في عندنا كده نجاره وحجاره كده، كان الناس بتتعلم مهنه شريفه ويتعلموها ويبقوا كويسين قوي. مش تجيب واحد يصلح لك الماسوره وما يفهمش، لا متعلمين تمام يعملوا ايه. فانت لو خدت المصري وصقلته يبقى احسن ناس. انت لو خدت المصري وعلمته في الاداره بتاع الفنادق كويس خالص، مفيش فندق في الخليج ده الا هيكمله مصريين. لو خدت البنت المصريه اللي زي الورد وعلمتها في التمريض، مفيش مستشفى في العالم العربي يبقى عند اي حد الا البنات المصريات. يعني ممكن في ايدنا ان احنا نعمل ده كله لما نصلح التعليم ونعمل تدريب كويس خالص ونفتح البلد على صراعيها للولاد اللي عندهم نشاط فكري. اراده قياده ولا اراده شعب؟ لا كل ده بيجي من اراده الشعب بقيادة صحيحة عارفة هي هتوصل ليه وعارفة تشرح للناس كل حاجة من أول خطوة، من قبل أول خطوة. نعم. مش زي مشروع تشكح احنا هنعمل مشروع تقول لها لا، تشرح للناس بالظبط ايه القصة وانا عايزينها ليه وهعملها امتى وليه وهتكلفني تاني. انتوا يا شعب الكلام ده يعجبكم ولا ما يعجبكوش، حد عنده اعتراض على ده ولا ما عندوش. فلازم نغير الواقع بتاع كيف نتعامل مع الامور وخاصه كيف نتعامل مع الشعب. اي حد في اي موقع رئاسي لازم يعيد النظر في كيف يتعامل مع الناس. رجعنا لكلمه مسؤول. ايوه مسؤول سيسائل. صح. مش مسؤول يعني كبير. لا لا لا, لا. انتهى المفهوم ده خلاص. صح. عشان كده اللي هيقبل المسؤوليه دلوقتي يبقى مرعوب ويبقى خايف. لا ما انت عايز ما الناس ما يتفلهاش غير اللي قدها. بس انا عايز الناس اللي